أنا بس بحب أقول أنه هناك دائما في تواصل وإعادة لمخرجات التعليم. يعني لما نقول مثلا شروط الاعتماد السنوية، هلا الكواليتي أشورنس اللي هي الجودة، شروط الجودة، كل الجامعات دخلت في شروط الجودة. هلا مثلا نحن مقدمون على التصنيف بسموها الرانكينج للجامعات والتخصصات، بحيث ولي الأمر يعرف مثلا في الكيمياء أي أحسن قسم كيمياء في الأردن، يعني تخصص أو كذا، هذا كله قادم. فمخرجات التعليم طبعا يجب أن دائما إعادة النظر فيها حسب متطلبات السوق. السوق عم يتغير، في تغيير في السوق. مش ممكن الجامعات نفسها ممكن دكتور لازم تطلع في هذا هذه المهمة بدل ما يجي طلاب عندها وتسجل، خاصة الجامعات الخاصة؟ كيف يعني بالتحديد؟ يعني مثلا انها تيجي تقول سوق العمل يطلب كيت 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 كيت، احنا بندرس كيت كيت كيت. نعم انا معك فيها، واحنا السنة ان شاء الله في الاورينتيشن، في الاورينتيشن احنا عندنا بتعرف كارير ويك اللي بسموها. ندعي الشركات لمقابلة الخريجين. جميل. وفي في شهر نيسان. نعم. في شهر نيسان من كل عام، وكثير ناس عم يتوظفوا قبل ما يتخرجوا. جميل. ولكن بدنا بجوز كمان نلجأ في بسموها أسبوع الأقلبة للطلاب وتعريفهم بالجامعة، إلى إعطاء محاضرات عليهم وجلب ناس من ديوان الخدمة المدنية وكذا، على أساس يعطيهم فرصة وين التخصصات الراكدة وين التخصصات المتحركة. أنا معك فيها. نعم. طيب دكتور طالب، هل تعيد دكتور عدنان؟ أكيد الجامعات يعني لازم توجه طلابها، يعني كجامعة خاصة أقل تقدير أنه الطالب بيجيك بده يسجل في تخصص، ممكن توجهه أي تخصص تاني إذا كان له سوق عمل أفضل. إذا قبل الطالب أول شيء هو يأتي برأي. حكيت معلومة كثير مهمة، رغبة أهل الطالب ولا هرجع للطلاب. خليني أنا أقول لك، أنا النقاط الثلاثة بدي أمر مرة سريعة. بالنسبة للعملية، المواد العملية والتدريب، لا يمكن التدريب المرحلة الأولى. إحنا 93% من طلبتنا في الجامعات هم في الأندر جراجويت، في مرحلة البكالوريوس. كل ما نتكلم في الدراسات العليا، وهذا له تأثير مباشر على البحث العلمي وإنتاجية البحث العلمي، لا يمثل 7%. فإذا إحنا يعني جامعات تدريسية وليس جامعات بحثية، خلينا أقول بالشكل العام. لحتى الآن لا توجد جامعة متخصصة بحثية. نعم. زي بعض الجامعات حتى تركز على الموضوع البحث العلمي بكل جوانبه. المواد العملية على الجامعة في مرحلة البكالوريوس أن تعطي الفرش الأساسية البيسك ساينس. العملية التدريب هي مقدمة، وعلى الشركات وعلى المؤسسات أن تستكمل ذلك الدور. يعني أنا ما ممكن أنا أجي أدرب الطالب، أنا بدرسه للطالب في المالية أو في المحاسبة، النظريات المحاسبة، هو تمن يروح يشتغل في بنك، على البنك أن يقوم بهذا الواجب. اسمح لي أنا مش لشيء، بس هو لما يروح على سوق العمل بتفاجأ أنه ما له علاقة باللي درسه. لا هو بشكل مباشر، بس بعد ما يمسك العمل كل النظريات المخزنة عنده، طريقة التفكير. يعني فارق ما بين طالب متخرج رياضيات أو كيمياء أو فيزياء يروح على يشتغل في شغلة بيقول ليس لها علاقة، بس إمكانية تفكيره لحل المشكلة هي problem solving، هي عملية كيف تفكر في حل مشكلة. فعلى المؤسسات اللي بروح عليها أن تبذل جهد مكمل للجامعات. لا يمكن أن يعتمد على الجامعات أن تخرج ناس قابلين للعمل من أول يوم. الشركات اللي في أوروبا وفي أمريكا تبذل جهدا هائلا في إعداد التدريب، بيعطوهم من 6 إلى 8 شهور تدريب مكثف، بحيث يبين الجهة التي يمكن أن يبدع فيها وبيختاروا وبيروح للجهة الذي يمكن أن له الرغبة فيها والإنجاز. موضوع البحث العلمي، البحث العلمي زي الجودة، زي ما تفضل دولة الدكتور، له ثمنه نوعية طلبة جيدين، نوعية أعضاء هيئة التدريس جيدين. طبعا هذا شو بيتطلب؟ بيتطلب إمكانيات مالية. أنت لا يمكن أن تطلب من عضو هيئة التدريس بيدرس 15 ساعة في الأسبوع 5 مواد ويجي يشرف على بحث علمي مميز وينشر لك بيبرز أو يجيب لك بيتنت. فزي ما حكيت أنا، الموضوع المالي أو الوضع المالي للجامعات، سواء كانت في جامعات رسمية أو جامعات خاصة، هو من أهم العوائق الموجودة في سبيل نشر البحث العلمي، بالإضافة إلى نوعية الطلاب اللي عم بيجوك لكل أسف. طب اسمح لي أكون صريح هون. نعم. ما بعرف إذا جامعة حكومية عندها مشكلة في وضع مالي، ممكن مقبولة لأنه ممكن جامعاتنا الحكومية بتأخذ دعم وبتعاني، لكن الجامعات الخاصة وين مشكلتها في الدعم المالي، طالما أصلا هي يعني تقتات بالطلبة؟ يعني هم بيدفعوا رسوم مكلفة وعالية. أنا بأكمل لك، خليني أقول لك، متوسط تكلفة الطالب
في أوروبا وفي أمريكا 25 ألف دولار السنوية. طيب متوسط تكلفة الطالب في الأردن 2500، فكيف نرى أن 2500 دولار أو دينار اللي بدفعهم الطالب هذه يمكن أن تكفي؟ طيب. لوضع مالي مريح للعضو هيئة التدريس وتوفير الإمكانيات. ما بيدخل بسؤال قديش جامعاتنا الخاصة بتربح وين بتوجه ربحها؟ أوكي. ما بدخل فيه الآن، ما بدخل فيه كمان شوي، لكن أسمع بعض الآراء وبدنا وجوه جديدة بعد إذنكم، تفضلي. شوق حلاوة، سؤالي لدولة الرئيس عدنان بدران عن ما مدى مساهمة الجامعات الأردنية بالتفاعل مع مخرجات التعليم والسوق الأردني؟ نعم. وشكرا. شكرا. لا أنا حكينا وجوه جديدة، فتفضلي. هدير رواش، طالبة إعلام. سؤالي، عزوف الشباب عن الدراسة المهنية وحصرها بشهادات الدبلوم هو تقصير تربوي أسري وتعليمي، هل يوجد خطط لتوجيه الطلبة لدراسات المهنية لأنها سبب في إنعاش الصناعة والحد من الكساد، أصبح لدينا أطباء ومهندسين بما يكفي. نعم. شاركة ثانية بس بالنمايك عند هاي الجهة، تفضل. السلام عليكم، عبد الله الشمري، صحافة وإعلام. في بخصوص الجامعات العالمية فيها تخصص مساند، فأين الجامعات الأردنية من هذا التخصص، خصوصا أنها تخفف على الطالب أمور كثيرة أو على الخريج؟ شكرا. نعم، تخصصات مساندة، تفضلي. زينة الزعبي، صحافة وإعلام. بدي أسأل بالنسبة للطالب المتفوق أو اللي بيتخرج بتقدير كتير منيح، بيأخذ حقه وفرصته من سوق العمل؟ شكرا. شكرا. تفضلي، انا عشان افتح اخر مره حفتح مجال مرتين، تفضلي وهلا برجع لك. اوكي، هلا انا بدي احكي بالنسبه للمعدلات الطلبه اللي مثلا بنجحوا بالثانويه العامه وبجيبوا 59، يعني بتنقصهم علامه واحده ليفوتوا جامعه خاصه التخصص اللي بدهم اياه، علما انه ارتفعت من 55 ل 60 المعدلات. نعم. ايش يعمل هذا الطالب؟ طيب، معدلات القبول. تفضل اخر مشاركه، معلش بنرجع كمان مره بناخذ مشاركه. نادر منصير، مساء الخير. بدايه بحكي لماذا لا يكون هناك تطورات من خلال المساق بما يتناسب في الجامعه بما يتناسب مع سوق العمل. تطورات في المساق بما يتناسب سوق العمل. انا ممكن ارجع لكم كمان مره، انا بس بدي اسال سؤال، مين هون درس بناء على رغبه اهله؟ يرفع ايده لو سمحتوا. هذه مرحله تجاوزناها. انت درست بناء على رغبه عشان اهله؟ مين درس عشان اهله؟ اوكي. طيب، يعني اثنين ممكن درسوا فقط على رغبة الأهل، والمعظم درس التخصص بإرادته الشخصية. بنشوف بعدين. طيب دكتور عدنان، عشان الشباب بيسألوا فأنا بدي أفتح لك مجال تجاوبهم. لا، في الواقع يعني كمان مرة بقول إنه طالبنا أصبح ذكي، يعني ذكي في وقت مبكر، بيشتغل على الانترنت وبيشتغل على تويتر وبيشتغل على الفيسبوك وبيطلع صار الواقع. يعني هذا الكامبس، الحرم الجامعي اللي احنا فيه الان، نعم، وايرلس، يعني يستطيع الطالب الانترنت فيه ان يعمل بالانترنت مجانا. نعم. مجانا في اي زاوية من زواياه. فذلك الواحد لما يكون عنده، خلينا اسميها اكسس او دخول، يعني دخول على الانترنت، والانترنت لما تدخل فيه عم تدخل على 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 معلومات شيء خيال يعني. نعم. فلذلك الطالب اصبح ذكي وبيعرف وين التخصص اللي يقوده الى عمل والتخصص الذي يقوده لا يقوده الى العمل، التخصص المتحرك والتخصص الراكد. هذه نقطة. الجامعة بتفتح التخصصات، ولكن باعتقادي اختيار التخصص، ويجب ان ننصح الطالب اين التخصصات المتحركه. انا قلنا عنها في هذا، قلنا فيها شايف، ولكن الطالب يتحمل مسؤوليه بانه يختار التخصص الذي يقوده الى عمل. لا نستطيع يعني الجامعه طبعا تفتح التخصصات وتطلب من وزاره التعليم العالي الموافقه على تخصصات متحركه، وزارة التعليم العالي توافق التخصصات المتحركة ولا تقبل فتح تخصصات راكدة. ما بعرف إذا الآن بيحكي لي الدكتور طالب الصريع بأنه في قرار قبل يومين من وزارة مجلس التعليم العالي بتجميد 6 تخصصات غير متحركة، فهذا بدلك أنه في تجاوب مع السوق. يعني يا ريت إجا مبكرا هذا يا سيدي، منيح في بداية. نعم. أنا أقول ما يلي: أهم شيء جودة التعليم. إذا نجحنا في مخرجات جيدة للتعليم
خريج اللغة العربية اللي الآن لا يجد فرصة عمل سيجد أحسن فرصة عمل. المهم الإبداع في التخصص. وهذا دائما بحاول أركز عليه. يعني خذ مثلا جامعة مثل، خلينا أعطيك مثل الجامعة الأمريكية في بيروت، ما في طالب حتى خريجين التخصصات الإنسانية والاجتماعية اللي كلها فيها ركود يجد عمل فور تخرجه. لماذا؟ لأنهم تفوقوا في الجودة وتفوقوا في الإبداع. قصدك خريجينهم بيشتغلوا مباشرة؟ بيشتغلوا مباشرة. ليش؟ وخريجين جامعات تانية بلاش أحكي اسمها لأنه لا أريد أن أجرح في أي جامعة. لماذا جامعة ألف خريجوها يجدون عملا فورا في نفس التخصصات وخريجين آخرين لا يجدون؟ السبب جودة التعليم. بالنسبة لمعدلات القبول 59 و60، هذا بالواقع سياسة التعليم العالي. إذا واحد أقل من 60 يستطيع يذهب لكليات المجتمع، عندنا حوالي 550 كلية مجتمع، ويدرس سنتين ويجسر بعدها مع الجامعة. يعني بتصفي رحلته أطول شوي، صغيرة بس برضو. ولكن بتعرف يعني مش كل واحد يعني يتخرج من الثانوي يجب يعني أن ينخرط طبعًا في التعليم طبعًا الجامعي. طبعا دكتور طالب، بدقيقة أرجوك نصيحة للطلاب المقبلين للدراسة في جامعات الأردنية. يعني ممكن دقيقة ما بتكفي، بس الله يبارك يا سيدي. النصيحة دائما أن يختار الطالب التخصص الذي يرغب به ويمكن وعنده إمكانيات للإبداع، الجامعة التي توفر له هذه الإمكانيات، ومن ثم العمل بجد واجتهاد حتى يحصل على نتيجة تفوق، لتمهيدا لأنه صاحب العمل هو يختار دائما الأفضل. يعني إذا تقدم لصاحب العمل 5 خريجين وهو بحاجة لـ2 وكانت معاييره يعني منطقية، هذا أكيد بده يأخذ أفضل 2، فالبقاء للأفضل سواء كانوا في الخريجين أو في غير الخريجين. نعم. دكتور عدنان، نصيحة لأبنائك الطلب الآن في مقبلين على تسجيل التخصصات وفي طلاب خريجين أيضا. أنا نصيحتي محددة في جملة أو جملتين، خذ التخصص الذي ترغب فيه وأبدع فيه. إحنا بحاجة لمخرجات تعلمية لا تدور على الوظائف، ولكن مخرجات هي تبني الوظائف. نعم. وتبتكر الوظائف. يعني أناس يتخرجون من الجامعة لعمل أشياء جديدة، صناعات جديدة، مسارات جديدة في الحياة. فلذلك أنصح الطالب بأن يختار التخصص الذي يرغبه، وعليه أن يهتم بأن يتفوق فيه ويبدع فيه. المتفوقون في النهاية هم سيعملون، والجامعات ستأخذهم في بعثات إلى الخارج. وسيكملون دراسات العليا، فهم الذين سينتصرون في النهاية أو سيتفوقون. طيب، دولة الرئيس دكتور عدنان بدران، كل الشكر لحضورك. دكتور طالب، شرفتني بحضورك. مشاهدينا، فاصل قصير والمحور الثالث من راديو يستمر معكم.